السلام عليكم. السلام عليكم يا سيدنا الشيخ رضوان. ازاي حضرتك؟ انا كان ليا طلب صغير كده عند حضرتك. ان شاء الله يخليك، ان شاء الله يخليك. ابني كريم راح شغله من يومين كده وما رجعش، وكلمته في التليفون ما ردش عليا، بس هو جالي في رؤية. جالي في رؤية كلابس حلو قوي، وقال لي يا ماما انا في المولد. بس ما قاليش انا المولد فيه. انا رحتهم كلهم مولد ستنا نفيسة، ستنا سكينة، ام العواكس، وستنا زينب، وسيدنا الحسين، وسيد ابراهيم الدسوقي، وسيدي عبد الرحيم القناوي، كلهم، وسيدنا السيد البدوي، كلهم. بس ما لقيتوش. والنبي يا سيدنا الشيخ اللي لو جالك هنا خليه يستناني، انا هرجع له. أمنتك أمانة يا سيدنا الشيخ، لحسن ده الواد فرحه بعد بكرة. وأنا مش عارفة أقول للناس إيه، مش عارف. وجايبة لك معايا كارت الدعوة عشان تصدقني. دعوة الفرح. كريم ومي، انت كمان يا سيدنا الشيخ. أم كريم استني، مستعجلة ايه يا ستي؟ مش تقعدي شوية كمان؟ شت، وطي صوتك، وطي صوتك عيب، سيدنا الشيخ موجود. صح، أنا أسف. انتي فاطمة، انتي المنشدة. انتي عارفاني؟ بسم الله ما شاء الله الله أكبر. طبعا، ده سيدنا الشيخ ده واصل. اشمعنى؟ أنا بحبك قوي يا فاطمة، بحب صوتك قوي. انا حضرت لك حضرات كتير. انت ما شفتنيش ولا ايه؟ ايه؟ لا طبعا، شفتك يا ام كريم. يبقى هيجيبهولي زي ما جابك كده، يبقى هيجيبهولي لحد عندي. مدد يا شيخ رضوان هيجيبهولي. كريم هيجيب لك كريم؟ انت تعرفي كريم؟ تعرفي كريم؟ مدد يا شيخ رضوان، مدد، الله أكبر، الله أكبر. أنت يا شيخ رضوان من وين؟ من عند سيدنا السيد. كنت قاعدة جنبه كده بتكلم معاه، جت واحدة ست وقالت لي قومي روحي للشيخ رضوان في شبرا، واصل وعارف وهيعمل لك اللي أنت عايزاه. استأذنته كده بالراحة، وقلت له مسافة السكة هروح وأرجع لك. بس كان مقموص. والله كان مقموص. بس أنا رديت الحمد لله. وليه ما ترديش ربنا يا أم كريم؟ ليه ما ترديش الكبير اللي فوق الكل؟ أنتِ مش عارفة إن ربنا بابه مفتوح لكل عبد سائل وقلب مجروح. اطلبيها يا أم كريم، اطلبيها بقلبك الطيب ده، وشوفي ربنا هيعمل معاكي إيه. أنا بحبك قوي يا فاطمة، هتيجي فرح بقى كريم بعد بكرة. طبعا هتيجي. والنبي طب خدي كارت الدعوة اهو، هستناكي يا فاطمة. كريم ومي، ماشي يا أم كريم. مدد يا شيخ رضوان، مدد.